عيل الجفاف البشره والتجاعيد وبقع العمر. اول خطوه غناخذوا ثلاثه العيدان ديال اكليل الجبل وغادي نقطفوا الاوراق ديالهم ونحتفظوا بهم في شي قرعه زجاجيه. غنزيدوا عليهم اربعه فصوص من الثوم، غنحاولوا نقطعهم كل اطراف صغيره ونضيفوهم الازير او اكليل الجبل، وذلك لغنى الثوم بماده اللايتين. بعد ذلك غنزيدوا عليهم 100 مليلتر من زيت الزيتون لانه اولا كيحبس الرطوبه وغني بماده السكيلين، وكذلك كينشط ماده الكولاجين. غنزيدوا عليهم 5 ملعقات من زيت الكوكو لغناه بحمض اللوريك وكذلك حمض لاسيتيل. ناخذ المكونات كاملين ونديرهم في حمام مائي لمده 20 دقيقه، ثم بعد ذلك يصفى ونحتفظوا به في قرعه ديال الدجاج، ندهنوا به الجزء المطلوب قبل النوم، نخليوه حتى الصباح عاد نغسلوه. وصفه مجربه 100%. بالنسبه للمصدر هو الدكتوره اكانكشا سانغي، هي خبيره طب التجميل وامراض الشعر والجلد. قبل ما نساليو الفيديو ما تنساوش ديروا جيم كومونتير وصل الفيديو لاكثر عدد ديال المشاهده. شكرا.